رضيت نحيدوا الماكله من الكنايس. كنعتبروها صدقه. المهم الانسان تكون عنده غير النيه ديال الصدقه، وهذاك الانسان اللي غادي يجي حتى هو تكون عنده النيه بانه غادي يجي على اساس انه باش زعما يواسي دوك الناس اللي هما مات لهم داك السيده ولا السيده ولا هذا. كتبقى على النيه، انما الاعمال بالنيات. دابا بحال دابا الانسان امراه مات لها الراجل وهي هجاله ما عندهاش، كتضطر دير الماكله ودير الديسير ودير المرة، وهي علاش هذيك الفلوس اللي غدير بهم هي الماكله يجمعوهم لها يعطيوهم لها باش تقضي بهم الغرض. هذا هو المشكل، كتلقي الكنازه ولات بحال العرس، الماكله الدجاج واللحم ما بقاش داك الطعام، اللحم والديسير المناضه كتشوفي كتلقاي بحال العرس. هذه ثاني انا ضدها، حيت انا تانا توفى لي الراجل وداروا داك الشيء زعما مجهاد وداك الشيء ما عجبنيش الحال، زعما كون داروا هذيك صدقه يديروا ديك الليله ولكن يخليوا مالين الدار شنو ياكلوا، اللي عندها الدراري صغار ما عندهاش راجل خدام ما عندهاش باش تقضي، كتبقى شاده ديك الكنازه سيمانه ولا كثر الناس كتاكل وكتشرب. دابا الناس ولات تابعه هي المظاهر، المظهر هو اللي كيلعب، شي حاجه اخرى ما كاينش، ما بقاش داك الاجار ما بقاش، العراسه الثانيه هي المظاهر، انت ما عندكش تنوضي ديري في القاعه باش ترضي وحدين اخرين، الانسان خصو يرضي راسو. لا عندهم الاجر، صدقه هذه كتسمى صدقه. كتسمى صدقه. كنقول الحق انا، اي واحد كاينه شي موته في الدار كنمشيو كاملين كناكلوا ديك الكوبيتير الزبده الطعام كنعرقوه وكنخرجوا بحالاتنا. الله يرحمه الله يوسع عليه، شنو غنديروا له؟ نجبدوه من القبر؟ غنجبدوه من القبر؟ يلا تمام حرام. مني انا وجبت من اللي يموت ما يديروش ليا العشاء. انا حرام بحال تياكلوا لحمي. لا كان حتى نموت وعاد يجيو الكنازه ديالي بلا ما يجيو. يجيو عندي انا حيه، يتعشاو عندي وانا حيه، يتعشاو عندي وانا جالسه في داري، يضحكوا معايا ويلعبوا، لا كنت غنموت ويجيو يحضروا العشايه ديالي قبل ما يجيو. ما يتعشاوش، انا تنقلد راجلي. نهار اللي نموت ما يديرش ليا العشاء. ويجيو عندي وانا حيه، علاش يجيو عندي تنموت عاد يجيو العشايه ونزرب نمشي نحضر لها الدفينه، نزرب نمشي نتعشى راه دايره العشاء. علاش يجيو عندي؟ في تنموت عاد يجيو عندي، ما يجيوش عندي. يجيو عندي وانا حيه. يجيو عندي ويديروا حتى كنت غنموت عاد يجيو تيتجراو بلا ما يجيو. ومن با وجبد وبا نهار اللي مات راه حتى مات عاد يجيو تيتجراو في العشاء. هو جاو عندو ملي كان مشلول ومني كان مداير. وعاد يجيو حتى نموت عاد يجيو يتعشاو عندي في كناسي، علاش عاد يجيو عندي؟ ويجيو عندي هنا حيه.